بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدا المباراة الوداد والناس، مباراة في الدقيقة 91 باحت بضربة جزاء لفريق المغرب الفاسي. نتمناوها في الجول، نتمناوها في الجول، ونتمناو حارس الوداد يصدها. لما لا، مباراة هيتشكوك يا 0-0 الدقيقة 191، ضربة جزاء للماس، هدف هل يساوي عاشنا اليوم؟ لا يا ماس، لا تفعلون بها لنا الآن. الله يا وداد، الحكم ربما غرفة الفار تحدده، ربما غرفة الفار لها رأي آخر، ربما الجمهور الودادي له رأي آخر، ربما مسؤولين الماس لهم رأي آخر وينتظرون 3 نقاط تساوي عاشنا اليوم. يلا يا اخويا، يلا ماس كلها وراك، يلا الماس كلها وراك، يلا المغرب الفاسي حاكم العالم بطروا بوا اليوم على الوداد وفي الجولة الأولى، وفين؟ في فاس، في العاصمة العلمية. الماس أنا مساوي، الماس أنا مساوي، 100 يوم مع الفاس، مع الماس كانت كفيلة بأنه نادي القرن. ضربة جزاء، ماذا يقول المعلق؟ ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ هل هي ضربة جزاء أم مباراة هيتشكوكية؟ الساعة 12 ليلا، الساعة 12 ليلا، الهدف، الهدف يعطي 3 نقاط للماس ويعيد الوداد. تبكي بطة، تبكي إلى الدار البيضاء. الله، يلا يا حكم، يلا يا حكم، يلا يا حكم، مكم علي يعاني. وضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء، قال الفار قلت لكم يمشي يتقدم. زيزو، ماس، 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 انا فاسي، انا فاسي، انا فاسي، فاس، فاس، 3 نقاط من الدار البيضاء الى الماس، 3 نقاط ستبقى في الماس، 3 نقاط من اجل عيون هذا الجمهور الماسي الكبير، 3 نقاط الى الماس، هدف يساوي عاشنا اليوم. الوداد باي باي، الماس هنيئا لكم ب3 نقاط من الكابيتانو. الجماهير الماس مبتشرة، الجماهير الماس، الماس احنا تعضحكم بسيطة يا ماس، يا فاس انتم حاكمين علمكم بأدبكم وبطوقكم وبضيافتكم وبعلمكم وبشعبكم الجديد لحلو برشا الكتير اللي نحبوه احنا في تونس، هنا في حمامات وفرادس. الوداد انتهى الماتش، 10 دقائق، حاب تسكت لي القلب يا حكم، حاب تسكت لي القلب يا حكم. 10 دقائق بريمير ليج تمشي للوداد، الجماهير الودادية غير راضية، الرئيس أكرم يقول أريد التعادل، أريد التعادل، كنت أريد 3 نقاط، أيتمنى يتمنى التعادل، فيما رئيس الماس يقول له والله واخا تبقى تتمنى تلغدا طروابوا غتبقى هنايا. أيتمنى الماس تلعب على طريقة الفريق ليل الفرنسي، تلعب بطريقة تونك تونك براك، تلعب بطريقة بريسينغ عالي إلى أعلى درجة. الله عليك يا ماس وأيامك يا ماس. الوداد ولا تبغي السلب العنب، الوداد ولا بغينا يدوش ويمشي ولا شناوة، لوحة الخويا حيمود، حيمود كيمشي بالكرة، هادي عند أنس سرغات، هادي عند بيرسيطاو. يا حكم رجع لي لقطة بيرسيطاو. ودادي الكرة، ماذا أهدرت يا حملود؟ ماذا أهدرت يا حملود؟ سيدي ما
مؤمن البرنوسي وثباته والزيروكات وعين الشق وجميع الاحياء والحي المحمد يتسنى فيك وانت تهدرها يا عملود. لا لا يا عملود هادي ما تسالنيش عليها. الله ترجع باش جايك قول بسم الله ودخل بيت هذا. قول بسم الله هذا في يساوي عجل اليوم، هذا في يساوي عجل اليوم. الله على الوداد، الوداد حلاوه. كونترول ديال لولا الظروف، شد كره يا خويا وهبطها. معولين عليكم جمهور الماتش. تمشي كره الان. حارس، هذا الحارس خاصو تمثال في مدخل فاش جنب افران. هذا الحارس خاصو تمثال جنب افران. امثال هذا الحارس خاصو يتعمل له تمثال في فاس. الله الكره، حتى الكره لم تبد دخول، الكره لا تبد دخول. تمشي لين عند الوداد، وداد كازابلانكا. 7 دقائق مروا من 10، إذن 3 دقائق وثلاث نقاط في الجيب للماس، إلا لولا فعلها الوداد البيضاوي، وهذا اللي نحكي عليه. دخلها خويا، دخل المعترك العمليات، دخلها البيرسيطا، ودخلها المصوفة، ودخلها اللاعبين اللي سمويتيت، ودخلها المترجي. خويا ما تلعبش كورة برا، هذه الوداد. أوه لعب توانسة، أوه لعب مصريين، أوه لعب أهلي، أوه الحارس خربق. نوض يا حارس، العب كورة ما فيها شيء يا حارس. خلينا غادي محترفين، خلينا غادي محترفين في البريمير ليج. ديك النهار السيتي لعب حوالي 1 والله ما طاح شي واحد. هالاند توعد من ركبته وناض. نوض يا حارس، نوض، خلي الماتش غادي كما يبغي الجمهور الماس وجمهور الوداد وجمهور الكرة المغربية. نوض يا حارس. حتى هما ذكروني مباريات الماس ايام النادي الافريقي وايام سيتي كلوت وايام القطن الكاميروني وايام النجم الساحلي. ذكرتني الماس بايام وايام وايام. 1-0 للماس، 1-0 للفريق العريق. حتى لا تاخذني الذكرى، مباراة الرجاء العالمي، مباراة الفريق اللي قدموا عالي على فريق على كل الفرق المغربية. راجع كازابلانكا فخامة الاسم تكفي، راجع درب السلطان، راجع البرنوسي، راجع الايجلز، راجع الجرين، راجع متولي، راجع ياسين صالحي، راجع الظلمي، رجاء الشعب، الرجاء العالمي. عندها مباراة غدا مع التسعود مع بركان، وراح نعلق على 35 دقيقة منها لأنها رجاء عالمي. مالونغو مالونغو، يلا يا وداد خرجوش من الماتش. هذه كان شيء اللي شارك. نتمنى الوداد تماركي، نتمنى الوداد تتعدل، نتمنى الوداد تتعدل باش نتفرجوا فيها. ما يبقاش فيه الدم، ما يبقاش فيه الدم. يلا يلا يا خويا النفاتي، حتى جمهور الماس صوته عالي، صوته عالي كثير. اليوم برشا جمهور الماس نظن هو اللي حفز اللاعبيه باش يكونوا برشا ملاح في الدوزيام ميتون. وهذا ما تردلوش. مباراة هيتشكوكية، مباراة تشن جنونها في الدقائق الأخيرة. ما زالت 5 ثواني على نهاية المباراة. الهدف سيساوي عاجل اليوم، سيساوي عاجل اليوم الهدف. الله يا حارس، قلت لكم كلموا العامل تاع فاس عشان يعمل له تمثال في مدخل مدينة فاس. هذا الحارس مش عادي، يذكرني بأوبلاك، يذكرني بشمايكل، يذكرني بأوليفر كان. اسمه هذا الحارس حتى الاسم نسيته، ربما ثم حاجة في النظام في ضربة جزاء. ربما جماهير الوداد تتمنى ضربة جزاء للخروج من حرق الجزازة في هذه المباراة. الوداد ولات باغة السلة بالعنب، ولا بالضبط. فين أيامك يا جبران؟ فين أيامك يا نقاش؟ فين أيامك يا حسوني؟ فين أيامك يا مترجي؟ فين أيامك يا عطل؟ فين أيامك يا عروبي؟ فين أيامك يا تجناوتي؟ الوداد تخسر أمام من؟ أمام فاس؟ غدي غد معقودة، 1-0 في فاس، وانطلاق البطولة. هذا ما يشرفش فريق باسم الوداد. الوداد ماتوا من أجل ناس، الوداد ضحوا من أجل ناس. وداد المقاومة، وداد الأمة، وداد الأمة العربية المتحدة. وداد كبير، بس اليوم ما كانش كبير، ما كانش في الفورمة. هذا الشيء يقع،
ونتمناو من هذا الركنية يكون هدف. أشم رائحة هدف، أشم رائحة هدف. الكل التركيز الآن، درب السلطان واقف، أشم رائحة هدف. جول 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 جول. لا لا، اسج رائحتك، أعطيني الكاميرا، أعطيني المصور الكاميرا، أعطيني المصور الكاميرا. أوه أدغال إفريقية والله، بنت لي جول. يلا واش هذا وقت شونجمو تاع موكوماني. دخل أشرف داري كرة تلات ماركي، دخل كداري، دخل. بون ماتش لعبتي، راه باغيك لي. آخر كورني. الله عليك يا وداد، والله على ضغطك يا وداد، والله على هيبتك يا وداد. نادي القرن يلعب الآن الركنية بالرجل العسرية، ربما حل وربما هدف. لا 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 لا، الماتش تقول لا، قول بسم الله ورجعها من تم. ربما هي للوداد، ربما هي للوداد، ضربة جزاء ربما هي للوداد. الله على الوداد، المرتد الخاطف، المرتد خريب ديال الضحك، الموت ديال الضحك تاني. كانوا غيزيدوا تاني حمرق. ربما سمحوا لي الدراري، والله يعني السفل، ربما الوداد باي باي. ثلاثة هارد لاك للوداد، وبون كوراج للماس. الوداد اخر 10 سنوات هو احسن فريق في افريقيا، اكدها بالالقاب وباللغه الالمانيه. نتمنى والراجه تكون مليحه، الماس مليحه بطروابا تاع اليوم. لعبوا برشا، تعبوا برشا، ارهاقات كثيره كانت، بس المدرب بيرسيتاو عارف اش يعمل. هذا المدرب جا من النرويج، اذا عارف اش يعمل للماس. تمشي الآن للماس، الماس في احلى ايامه، وهذا الكابتن اللي سجل ضربه جزاء. نتمنوها مره اخرى في الشباك عشان نخرو بالضحك شويه. نتمنوها في الشباك، اشوفها في الشباك، اقسم لكم اشوفها في الشباك، اني اراها في الشباك، اني اراها في الشباك، اني اراها في الشباك، انها غدا تلصق النب، اني اراها في الشباك. بوب بوب بوب. شويه يا ماس، شويه يا ماس، برافو يا كابتن، احسن كابتن للماس بعد الدحماني. جاهد حبيبنا اللي سجل ضربة جزاء اليوم. الماس كبيرة بجمهوره، صفر يا حكم ما تكونش سويدي. الدقيقة 14، انت زدت 10 دقائق. صفر يا حكم ما تكونش سويدي، صفر ما تكونش سويدي يا حكم. الدقيقة 14 وانت زدت 10 دقائق، والله راح تتحاسب، والله راح تندم يوم لا ينفع الندم يا حكم. دقيقة 114 والحكم مازال في سهو، ما حبش يصفر، ما فهمتش انا ليه، ما كانوش توقفات في المباراة يعني، ما عرفش الحكم اش كيطبز مع كرو. تمشي كرة للماس، الماس حابة تزيد جول اخر، الماس حابة تبورد. الرجاء غدا مع تسعود، لقاؤنا غدا مع مباراة الرجاء، مباراة الرجاء وبركان، ديربي الشرق والوسط. تمشي الماس، اوه على مباراة، اوه على قدرين، اوه على مباراة، على سرعة المباراة، على ايقاع المباراة. الوداد ترفض، تقول لا، تقول سأذهب بنقطة إلى الدار البيضاء، ولكن ماس رأي آخر، وللحكم رأي آخر. ها لماذا الوداد؟ شوفوا فرحة لاعبين الماس، كأنهم اداو تشامبيونز ليج، كأنهم اداو عصبة الأبطال. شوفوا فرحة لاعبين الماس اليوم، عيد فزتي على الوداد كأنك فزتي على ريال مدريد. الوداد هارد لاك، مبروك للماس. كنتم مع معلقكم، معلقكم إلياس الشوائي، عصام إلياس، في مباراة قناة كيك. إلى اللقاء، طابت مساءكم. كلاكسوني يا خويا، كلاكسوني، الله يحفظك.